يبقى انا ببص على المواطن اللي هو يبقى ليه حق في حياه كريمه، ومش بقول الجمله كمصطلح، لا بتشوف ليها ترجمه حقيقيه للمعنى ده. فان انت تلاقي تحقيق للعداله الاجتماعيه. العداله الاجتماعيه مش ان انا بتكلم على اللي عايش، والعداله الاجتماعيه واقعد اقول مجرد شعارات، ان انا احقق ده للمواطن. خلينا نناقش ده بتفاصيل اكتر مع الكاتب الصحفي الاستاذ احمد رفعت. صباح الخير على حضرتك استاذ احمد. صباح الخير استاذ اسماء، اهلا يا فندم. اهلا بيك. يمكن واحنا بنتكلم على حال المواطن او الظروف المعيشيه للمواطن المصري ما قبل 30/6 وما بعد 30/6/2014، مرورا بالاصلاح الاقتصادي، مرورا بمشروعات الاسكان، مرورا فيما يتعلق بالتموين، الصحه، التعليم، القضاء على العشوائيات، امور كتيره جدا. مش عايزه اتوسع في سؤالي مع حضرتك لاني متاكده ان حضرتك ملم بكل ما اعنيه في هذا السؤال تحديدا. أنا بشكر حضرتك جدا. هو بس نبدأ من النقطة اللي لسه حضرتك قايلها من دقيقتين الخاصة بالعدل الاجتماعي. في ناس تتصور ان العدل الاجتماعي انك توقفي الناس طوابير وتديهم فلوس. لكن العدل الاجتماعي في تعريفه المختصر المبسط انه الأغلبية من الشعب بتاخد حقها من ثروة بلادها بالشكل اللي وفر لها حياة طبيعية. مش لازم تبقى حياه مترفقه، لكن على الاقل حياه طبيعيه. لما نقول حياه طبيعيه يبقى اول حاجات نتكلم فيها حق الانسان انه الامه تبقى مش موجوده، حقه في العلاج. اللي هو من 2014 زي ما حضرتك قلتي، بعد 30/6 وبعد ما تولى الرئيس السيسي فعلا المسؤوليه في 2014، في يعني نهضه غير مسبوقه. احنا طبعا قطاع كبير يعني لما لو قلت لحضرتك طبقا لاحصائيات 2018 عندنا 1884 مستشفى في مصر، منهم 691 مستشفى عام والباقي قطاع خاص. لكن المستشفيات العامة، من المستشفيات دي كلها عملنا 131,000 سرير علاجي في المستشفيات المصرية. لما نقول 691 مستشفى حكومي ليهم الأغلبية، بقى أكثر من 95,000 مستشفى. حضرتك عارفة أنه القطاع الصحي في مصر في المستشفيات الجامعية وفي المستشفيات الحكومية وفي المستشفيات الخاصة. الدستور 2014 حدد نسبه لا تقل عن 3% من الناتج الاجمالي اللي تروح لميزانيه وزاره الصحه. طب عملنا ايه من 2014؟ عملنا ان ميزانيه الصحه دي لازم الناس تبقى عارفه انها كانت 32 مليار بس، فضلت بقى تزيد 32 41 57 61 71 لغايه ما وصلنا السنه دي الميزانيه اللي احنا فيها دي 2020 2021 الى اكثر من 93 مليار جنيه لميزانيه الصحه. ورغم ذلك الرئيس السيسي لانه شايف انه يعني زي ما برضه لسه حضرتك اشرتي ان المصريين ربما يبقوا ليهم يعني فتره طويله احتياجاتهم الطبيه غير متوفره بالشكل الكافي، عمل بقى حاجتين. حضرتك الحلم اللي كنا منتظرينه من سنين طويله اللي هو قانون التامين الصحي الشامل، وعمل بقى المبادرات الرئاسيه. المبادرات الرئاسيه كان طبيعي تخش بقى توفر يعني اللي مش قادره ميزانيه وزاره الصحه رغم كل هذه الزيادات انها توفر. فكانت يعني مشروع ال 100 مليون صحه اللي كل الناس طبعا حست بيه. وعلى فكره يا استاذ اسماء، قطاع الصحه القطاع الوحيد اللي مهما عمل اعلام الشر مش هيقدر يعني يغير وجهه النظر. ليه احنا ممكن نرجع يا استاذ احمد ونروح ده احنا يعني في جزئيه هامه جدا، ان مصر كانت من الدول المصنفه على مستوى العالم لها الاعلى في تفشي فيروس سي، لدولة طيب رائدة في علاج فيروس سي يعني وقضت على هذا الوباء في سنوات يعني قليلة جدا. يعني دلوقتي ما فيش، الدولة هي اللي بتنادي على المواطنين عشان يروحوا يتعالجوا. ما انا عشان كده بقول لحضرتك ان ده القطاع الوحيد اللي اعلام الشر ما يقدرش يعبث بيه في وعي الناس، لانه ده رايح للناس بشكل مباشر. يعني ما حدش ال 100 مليون صحة مثلا في موضوع فيروس سي، كان عندنا يعني عدة ملايين من المرضى ما كانوش هم وحدهم اللي بيعانوا، كل مريض فيروس سي كلنا كنا عارفين انه هو واسرته واهله وجيرانه واحيانا زملائه في العمل بيعانوا معاه. النهارده اختفى هذا الكلام، مش اختفى وبس، زي ما حضرتك كده قلتي، النهارده مش بس كمان احنا مقدمين نموذج في التخلص من المرض، لكن ده في افواج صحيه، يعني مثلا في اسبانيا في افواج صحيه بتيجي مصر زي ما بتيجي للاقصر واسوان وزي ما بتيجي للمتاحف وزي ما بتيجي للغردقه وشرم الشيخ، في افواج سياحيه، برامج كده سياحيه اذهب الى مصر للعلاج من فيروس سي. يعني الصحف في اسبانيا بتعمل اعلانات عن برامج ازاي المواطن الاسباني يجي مصر ويتعالج
وياخد يعني الكورس ويرجع يكمله في اسبانيا ويجي تاني يتم فحصه مره اخرى. لكن عوده للمبادرات الصحيه، حضرتك كلنا عارفين طبعا دي اكبر مبادره فيهم اللي هي 100 مليون صحه، اللي زي ما حضرتك كده اشرتي العربات الاسعاف موجوده في الشوارع، عندنا اكثر من 29 يعني قطاع الاسعاف ده 29,000 سياره من ضمن القطاعات الكبيره في الوزاره. الناس بيدوروا على الناس في الاحياء والشوارع علشان يفحصوهم ويكشفوا عليهم ويدوهم طبعا العلاج اللازم. لكن في مبادرات ثانيه لا تقل اهميه، مبادره مثلا انهاء كشوف الانتظار في العمليات الجراحيه. الاحصائيات بقى اغسطس اللي فات خلصنا اكثر من 453 844 عمليه جراحيه. الناس دي كانت بتئن، الناس دي كان عندها امراض خطره مش لاقي حد يعني يسال فيها، كانت المبادره دي فرصه انه كل هذه الالام تخف. لما نقول 453 الف عمليه منذ انطلاق المبادره وكسور 884 عمليه واستمرار الشغل في المبادره رغم جائحه كورونا، يعني احنا برضو بنعرض مع حضرتك لسه لقطات حتى قريب عشان ما حدش يقول لا ده وقفت، لا واستمرارها رغم هذه الجائحه العالميه. لا ده من زمان اهو، انا بقول لحضرتك اغسطس اللي فات، يعني ده احصائيه اغسطس اللي فات هذا الرقم. طبعا يعني احنا انا يعني حضرتك كنت عارفه ما بتكلمش غير بالارقام، مع ذلك الارقام بقت متعبه لانه كل شويه بتتغير. انا بقول لحضرتك ارقام ممكن احصائيه سبتمبر تبقى اتغيرت، لكن احنا بنوقف عند الرقم المعتمد 453,884 عمليه. عايز اقول لحضرتك دول فيهم 27,665 عمليه قلب مفتوح، يعني شوفي تخيلي 27,000 اسره كان عندها معاناه ويعني فيها افراد عندهم مشاكل يعني محتاجه تدخل جراحي عاجل، 178,000 عمليه قسطره قلب وكسور، 178,000 عمليه رمد،